التيك توك البرنامج اللي كسر العالم. اي نعم كسر العالم، وقدر في وقت قصير ينافس سناب شات وانستغرام وتويتر واليوتيوب وكل برنامج تواصل اجتماعي في مدة قصيرة. بس برنامج تتراوح قيمته السوقية من 50 ل 75 مليار دولار، ونزلوه اكثر من 3 مليار مرة. اتوقع قلتها صح، ترى الرقم وايد عود عشان تتخربط فيه. لو بنحسبها ان كل شخص نزلها مرة، هذه اكثر من ثلث سكان العالم. زين بس شلون برنامج في هالفترة القصيرة قدر يتحكم فينا وفي عقولنا وحتى في تصرفاتنا من الممكن؟ شلون برنامج راكس قدر يسبب ازمات بين حكومات العالم وسبب نزاعات فيما بينهم وانحضر في بعض الدول؟ وشلون برنامج ممكن انه يلعب في مخوخ اليهال؟ ظاهرة اسمها ظاهرة الجارديز. شنو جارديز؟ بنسمع مع بعض. حاب اقول لك ان نجاح التيك توك ما يمنع عبث. شخص اسمه جانغ مينغ. جانغ مينغ كان في يوم في رحلة راد بيتهم على القطار. هو في القطار جانغ رفيجنا لاحظ شيء غريب. شاف الناس كلهم قاعد يقرون الاخبار لكن مو من الجرايد. كل شخص يقرأ الأخبار من تلفونه نفس حالاتنا كلنا الحين. فاخترت في باله فكرة، قال ليش ما أقدر أسوي لي أبليكيشن يعتمد على ذكاء الألغوريثمز أو الخوارزميات، بحيث كل شخص يقدر يقرأ الأخبار على حسب هو شنو يحب. مثلا محمد يحب الأخبار التاريخية فتطلع لي الأخبار التاريخية. فابتكر برنامجه الأول في عام 2014 اللي كان تحت مسمى توتيل. توتيل أتوقع قلت اسمه صح، قروا تحت. وهني كانت البداية. وبعد نجاح الأبليكيشن جان قال لا ما بوقف هني، يطلب على فكرة أنه بغى الصيني. شنو هي الفكرة؟ أنه يسوي برنامج على نفس الطريقة لكن للفيديوهات القصيرة. وفي عام 2016 انطلق برنامج دايي. داي الابليكيشن ذي حط فيه فكرته، برنامج في الصين طلع حق مقاطع قصيرة كذي سكرول. قال بعد ما بوقف هني. عقب نجاح توتيل وراها نجاح داي في الصين، قرر انه يستحوذ على ابليكيشن اتوقع كلنا نعرفه، ابليكيشن ميوزيكلي اللي كان مختص بالاغاني والكاريوكي والراكس وغيره. فاستحوذ على هالابليكيشن وغير اسمه، وهني كانت بداية انطلاقة التيك توك. لكن السؤال الأهم، شلون جانغ مينغ عقب ما استحوذ على ميوزيكلي وغير اسمه إلى تيك توك قدر يجذب مليارات المستخدمين حق هالبرنامج؟ الريال مشى على كم خطوة أساسية كانت السبب الرئيسي في نجاح التيك توك. أول شيء بسطوا الموضوع. الموضوع جدا بسيط. شلون يعني؟ بطل الابليكيشن، تصور روحك فيديو، تقدر تحط على الفيديو موسيقى، تحط على وجهك فلتر اذا وجهك ما يتشاهد، ايا كان، ونزل. يعني مو مثل حالاتنا نصور الفيديو مونتاج واديت وتغيير وعدل الاضاءه وعدل اللون وبرامج ثانيه عشان بس نقدر نرفعها على اليوتيوب، لا. ثاني شيء سووه انه سهلوا الموضوع اكثر. شلون؟ اطلقوا التحديات. يعني ما يحتاج عشان تنشهر او يصير عندك كونتنت ان شنو تجيب فكره، سوي تحدي ماي ثلج، كنت على روحك صور، عندك رقصه معينه تسويها، نطه معينه تسويها، وخلاص التحدي احنا بنقول لك شو تسوي، صور بس. الشيء الثالث اللي هو الايزي تو بلو اب. التحدي مالك انت اوريدي الناس كلها قاعد تسوي سكرول. التيك توك عندهم ذكاء معين انه ياخذون فيديو من فيديوهاتك ويقطونه كذي عند الفور يو بيج حق الناس كلها، الناس تشوفك ومره واحده تشيك بوكس مشهور. ممكن تنشر على شيء تافه، عشان كذي ممكن نشوف في وايد ناس مشاهير في التيك توك على اشياء تافهه. الشيء الرابع الا وهو شنو؟ حطوا بالهم على الكرييتر، يساعدونه في محتوى، يدعمونه، يعطونه فلوس، كل شيء. عشان شنو؟ هاي من ذكاء جانغ مينغ عشان الكرييتر نفسه يتم في المنصه دي وما يفكر يطلع حق منصه ثانيه. وهذه بعد اللي جذب ناس اكثر للابليكيشن من منصات تواصل اجتماعية ثانية مثل الانستغرام والسناب وغيره. والابليكيشن يتبع حيل تسويقية ذكية جدا. شلون يعني؟ اي فيديو انت تشوفه الحين، اي فيديو من التيك توك بتوديه حق ابليكيشن ثاني، بتحطه في الانستغرام ستوري، بتحطه في السناب، بتسيفه عندك، اي شيء، الفيديو يكون طبيعي،
من الطلعة من المنصة للمنصة الثانية بتلاحظ ان في ووتر مارك يتحرك يمين ويسار في الفيديو، ولين خلص الفيديو في ووتر مارك اكبر يطلع لك في نهاية الفيديو، وهذه حيلة وذكاء تسويقي عبقري. الحلقة مقدمة برعاية إيكافي اللي ما يعرفه مكان هادئ جميل مناسب حق تروح تشرب لك فنجان قهوة حلو، وترى القهوة اللي اشربها البينز من إيكافي ناخذه للعلم يعني ياسين يسويها لي. منيوهم متنوع، عندهم مشروبات حارة، مشروبات باردة، عصاير صحية، انواع شاي والسويت. ركز لي على السويت واطلب المولتن، واذا رحت هناك صور لي. عليكم بالعافية. الحين تكلمنا عن نجاح التيك توك، لكن هل تتوقعون النجاح ذي ما بيكون في ناس تحاربه؟ اكيد في ناس تحاربه، لكن التيك توك وعلي عليهم. اللي حاربوا التيك توك مو ناس، لا لا لا، اللي حارب التيك توك حكومات ودول. احنا كلنا نعرف ان التيك توك هو البرنامج الاعلى نموا في العالم، والبرنامج اللي قدر يوصل لقمة البرامج في فترة قصيرة ووجيزة مقارنة بالغير. اول دولة احجبت التيك توك كانت الهند، وبكذي خسرت التيك توك 200 مليون مستخدم، وتلت الهند باكستان. باكستان حجبت التيك توك بسبب انهم ينشرون محتويات غير اخلاقية ولا تناسب الثقافة. ولكن ما وقفت على الهند وباكستان، وزير الخارجية الامريكي آنذاك بومبيو ان التيك توك فعلا هي منصة للتجسس وتابع للصين وغيرها، وشن هجوم لاذ عليهم في ادارة الرئيس دونالد ترامب. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. فترامب ركب راسه. وش قال؟ قال أنا ما بحضره في ظرف واحد بس. شلون؟ لو في شركة أمريكية جات واستحوذت على التيك توك. طبعاً اقتراح ترامب الشركات الأمريكية خذتها بعين الاعتبار، ويات شركتين مايكروسوفت وأوراكل، ثنتينهم قدموا عروض لشراء التيك توك، لكن كل العروض انهارت. ليش؟ مو لأن التيك توك ما كانوا يبون يبيعون، لا، لأن كان دونالد ترامب حاط شرط أن عائد هذه الصفقة تروح نسبة منه إلى الخزينة الأمريكية، أما في التعليم أو في خزينة الدولة. فهذه كان سبب رئيسي أن تنهار هالصفقات والشركات الأمريكية تنسحب من شراء البرنامج. ومثل ما قلنا، مثل ما انهارت الصفقة انهاروا معها المشاهير. طبعاً إدارة التيك توك كانت تعد الأيام والدقائق والليالي ومثل تخلص رئاسة ترامب لأمريكا، وياهم حبيب الشعب جو بايدن. إيه نعم. ليه احنا الأمريكان مصممين ان هالبرنامج برنامج تجسس ولازم انه ينحظر ولازم يدفع لنا فلوس؟ عينهم ضيجة بس يبون بيزات. Give me a break. في ظل هالنزاعات وفي ظل هالمشاكل كلها، وصلت قيمة التيك توك السوقية في هالسنوات البسيطة اللي تنعد على اليد الواحدة بس إلى 75 مليار دولار. شفتوا عقل الصيني ذي جانغ مينغ وين وصله في هالسنوات القليلة؟ ماخ الكورة ذا اشتغل مشكلة. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ احنا تكلمنا ان التيك توك هالكثر قاعد يحصل فلوس، هالتيك توك هالكثر قاعد يدخل فلوس. شلون قاعد يدخلون فلوس هالكثر؟ من الطرق الذكية اللي التيك توك تدخل فيها فلوس هي طريقة السبونسرز او الاعلانات الظاهرة. وانت تسوي سكرول بين الفيديوهات يطلع لك الاعلان ويطلع لك انه سبونسر. تبي تكامله كامله، ما تبي تكامله روح حق اللي عقبه. وايضا موضوع تحديات البث لمجرد توطيء الفرق في المستوى، اسمحوا ان الناس تقدر تدفع بقشيش حق الكرييترز او حق الناس اللي طالعه بث في التيك توك. ممكن قلت كلمه بقشيش تحسونها شوي، لكن ترى بقشيش مو شوي، لا لا لا. في ناس تدفع مبالغ خياليه، انا ليه اليوم متعجب من هالشيء. في ناس تدفع بالملايين عشان مشهور في التيك توك، هو عرفه في التيك توك تدفع له ملايين، يدش التحدي عنده ينزل له اسود يونيفرس مارش، ينزل له وايد اشياء بمبالغ خياليه وفعليه. التيك توك شو يدخلون فلوس من هالطريقه؟ 70% من دخل اللايف يروح حق برنامج التيك توك، و30% يروح حق الكرييتر. هذه طبعا النسبه عندنا في المينا ريجن او في الشرق الاوسط.
وانا للامانه يعني في خاطري وايد كلام حق اللي يصير في لايفات التيك توك. كبسوا 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 كبسوا. انتوا كتبوا لي تحت في الكومنتات بعد تحسون اللي يصير في لايفات التيك توك طراره، يعني الدش توسل حق الناس انها تعطيك هدايا، الله المستعان. طبعا كلنا نعرف يا جماعه التيك توك في الاونه الاخيره في وايد ناس تختلف معاه بالراي. في ناس تقول انه هو برنامج جدا سيء وينشر محتويات غير أخلاقية، وفي ناس تشوف أن البرنامج برنامج ناجح وبالعكس برنامج جدا جميل وسهل على الناس حياتهم. يا جماعة الخير، التيك توك حالة حال أي برنامج، عندك دربين، يا تختار تسوي الأشياء الزينة اللي فيه وتتابع الأشياء الزينة، يا تختار أنك تتابع الأشياء السيئة وتسوي الأشياء السيئة اللي فيه. ومن الأشياء السلبية اللي ممكن أن نذكرها كطريج او كمسلك في البرنامج، انا لاحظت شيء غريب بدا يظهر لي في التيك توك في الاونه الاخيره، الشيء يضايق لكن الظاهره غريبه جدا، الا وهي ظاهره الجارديز اللي تكلمت عنها في بدايه الحلقه. شنو هي الظاهره؟ مجموعه اطفال صغار في المدرسه يتجمعون مع بعض وهم ما يعرفون بعض بتاتا ولا تجمعهم اي صله قرابه او صداقه قديمه، يتعرفون على بعض من خلال هالابلكيشن ويتجمعون ويروحون المجمعات بحجة ان هذه هو تجمعنا، او يسوون لهم طريقة الكالت. ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا لكن هي مسلك سلبي. لو بنروح حق المسالك الايجابية اللي في البرنامج كثيرة، ممكن انا بس اذكر قصة واحدة، قصة خابي ليمي. كلكم شفتوه كلكم عرفتوه، شخص ايطالي بسيط من عامل في المناجم بالكاد انه يكفي قوت يومه الى احد اشهر شخصيات السوشيال ميديا والاكثر متابعه والاكثر مشاهده. متخيلين شلون نشر محتوى ما اذى فيه احد ولا ضايق فيه احد، كان خفيف ولطيف وفي بعض الكوميديا ما كان يتكلم بالبساطه. هذه مسلك ايجابي قدر يبني في مستقبله، واحنا قاعد نتكلم عن ظواهر ومسالك سلبيه. كتبوا لي تحت في الكومنتات شنو اغرب تحدي مر عليكم في التيك توك، بيض طحين اي شيء. وطبعا بعد ما خلصنا حلقتين معاكم وهذه الحلقه الثالثه، حاب اشكركم على كل تعليقاتكم سواء كانت سلبيه او ايجابيه، وعلى كل اللايكات وحتى الديسلايكات اللي اعطيتونا اياهم، وان شاء الله القادم احسن. كان معكم أخوكم محمد جناحي وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم شلون، لا تنسون الشير واللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير في حلقة جديدة.